السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا بصحة جيدة، ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة، المذاق والشكل بمكونات بسيطة. سيداتي، نقدروا نغيروا من الوجبات ديالنا. بسم الله على بركة الله. نبدأ في طريقة التحضير. عندنا الكفتة، القزبر والمعدنوس، بصلة محكوكة، عندنا الملحة، الإبزار، عندنا سكينجبير والخرقوم عرق، عندنا الزعتر، زيت الزيتون، ثوم بودر، العيش ديالنا. والكيتشوب، عندنا الخيار مقطع والمايونيز. في اناء اللي سخناه من قبل على نار هادئه، غادي نضيفو زيت الزيتون والبصله اللي حكينا من قبل. غادي نحتفظو بواحد المعلقه على جنب. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير، واكيد غادي تشوفوا الشكل النهائي. وإلا عجبتكم الوصفة ديالنا، شاركوها مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة. وكنشكركم على التعاليق الزوينة. كنستمروا في التحريك حتى كيدخل الطياف في البصله. جربي سيداتي هذه الوصفه، فانا اكيده انها غتعجب الاطفال الصغار. من بعد ما كيدخل الطياف في البصله، غادي نزيدو عليها الكفته. وانتي سيدتي كتحكمي في الكميات الكفته. من بعد ما كيدخل الطياف في الكفته، غادي نزيد عليها البقيه تاع العناصر. نزيدو شويه القزبر والمعدنوس اللي قطعناه من قبل، نزيدو الثومه بودر، هاد التومه بودر كتعطي واحد المذاق رائع، واكيد النساء راه عارفينها. غير مزيد من التذكير فقط، الملحه والابزار، سكينجبير والخرقوم، نضيفو شويه الزعتر اللي بالدور ديالو حتى هو كيعطينا واحد المذاق رائع. كنحركوا جميع العناصر حتى كتنسجم مع بعضياتها.
من بعد غادي نزيدو عليهم الكيتشوب، غادي ناخذ واحد المعلقه ونحتفظوا بالبقيه اللي غنصيبوا بها الصلصه. كنستمر في التحريك حتى كطيب لينا الكفته ديالنا وكنحطوها على جنب. ودابا غادي نصيبو الصلصه اللي كتكون من الزعتر، زيت الزيتون، الكاتشوب، المايونيز، والثومه بودر. كنديرو زيت الزيتون، كنديرو فيه الكميات اللي خلينا ديال الكاتشوب، ديال المايونيز كنزيدو جوج المعالق كبار، نزيدو شويه د الزعتر اللي ضروري خاصو يكون في جميع الوصفات ديالنا، نزيدو شويه الثومه بودر، كنحركو جميع العناصر ديالنا حتى كتنسجم مع بعضياتها. وهي الصلصه ديالنا واجده، دابا غادي نغطيوها ونحتفظوا بها على جنب. كناخذوا داك العيش ديالنا وكنلفوه على شكل دوائر وكنقطعوا الجناب ديالو باش كنحصلوا على شكل مستطيل. نعاود واحده اخرى معاكم باش تشوفوا الشكل. هاد الجوانب سيداتي ما كنرميوهمش، كنحتفظوا بهم. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه تاع العيش اللي عندنا. ودابا غادي نبداو في طريقه التحضير باش نعمرو هذاك العيش ديالنا. الكفته اللي طيبناها من قبل نزيدو عليها ديك الصلصه ديالنا اللي حضرنا من قبل، راه زدنا عليها ديك المعلقه ديال البصله. وقسمنا ديك الصلصه على جوج، نص درناه هنا والنص غادي نحتفظوا به للتزيين في الشكل النهائي. كنزيدو الخيار مقطع دوائر وكنحتفظوا بنفس الكميه للتزيين. غادي نضيفوا نفس الكميه ديال الفرماج محكوك، الخليط ما بين الموزاريلا والجبن الاحمر. وانتي سيداتي الموجوده عندك قديبي، وغنحتفظوا بهاد شويه للتزيين. نخلطوا جميع العناصر غادي نعمروا هاد العيش ديالنا، وغادي نقطعوه على شكل، نعمروه مزيان وغادي نقطعوه على شكل دوائر، وغادي نستفوها في هذيك الإناء ديالنا. درنا ديك الجبانية الوسط باش تعطينا الشكل اللي احنا باغين. من بعد ما كنعمرو جميع هاد الخبيزات كنقطعوهم على شكل دوائر وكنستفوهم في هذاك الإناء. المهم انا درت هاد الشكل، وانتي سيداتي لك واسع
الاختيار، ديري الشكل اللي انتي بغيتي. وهذا الشكل ديال الدوائر اللي درنا. دابا غادي نضيف عليهم هذيك الكميه ديال الفرماج والكميه ديال الصلصه اللي احتفظنا بها على جنب. والسيده المغربيه والعربيه راه هي راها معروفه بطريقه الزين ديالها، غير حنا كنقدموا وصفات بسيطه كمساعده. اما السيده العربيه والسيده المغربيه فراه هي محترفه في المطبخ ديالها. كنزينو بالفرماج الكمية اللي احتفظنا بها، وكنحتفظوا بهذيك الشبانية الوسط حتى كيطيب لينا الأكلة ديالنا، ومن بعد كنحيدو ديك الشبانية. أتمنى منكم تجربوها، أنا أكيدة أنها غتعجبكم. كنديوها للفران، من بعد ما كطيب ها هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى تعجبكم، ونتمنى منكم تجربوها، وانا اكيدة انها هتعجبكم.